قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. في ظل الجنون الكبير في سوق انتقالات اللاعبين بالسنوات الأخيرة، بات التوجه نحو كسر الشروط الجزائية في عقود اللاعبين أمراً معتاداً، ودفع هذا التوجه الكثير من الأندية إلى تحصين مواهبها ونجومها بشروط جزائية تعجيزية، في حين لا تزال أندية أخرى إما أنها لم تعد درس بعد أو أنها تخضع لشروط وكلاء اللاعبين الذين يرغبون بأن يبقى مصير اللاعب بيده. لذلك تجد هذه الأندية نفسها مضطرة لوضع شروط في المتناول وبمبالغ منخفضة يسهل كسرها. وهذا هو موضوع فيديو اليوم من قناتكم ميد سبورت، بحيث سنعرض لكم أبرز 10 لاعبين متألقين بشروط جزائية منخفضة، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. محمد ساليسو، 12 مليون يورو. هذا المبلغ البسيط كاف لخطف موهبة ومدافع بلد الوليد المتألق إذا ما أراد أي ناد التعاقد معه. وساليسو، لمن لا يعرفه، هو مدافع غني يبلغ 20 عام، انضم إلى بلد الوليد في صيف 2017 وتدرج حتى وصل للفريق الأول لينجح في تثبيت أقدامه في تشكيلة الفريق. وخلال الموسم الحالي برز بشكل كبير بعدما قدم مستويات رائعة للغاية، وأظهر تميزاً كبيراً في استخلاص الكرات والتعامل مع المواقف الثنائية والكرات الهوائية. وحالياً يعتبر اللاعب مطمعاً كبيراً لعدة أندية إسبانية مثل فالنسيا، ختافي، أتلتيكو مدريد وريال مدريد. وخارج إسبانيا هناك مانشستر يونايتد الذي يفكر أيضاً في كسر عقد اللاعب ودفع 12 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي. لورينزو بيليغريني، 30 مليون يورو. أحد أهم المواهب التي برزت بقوة في سماء الكرة الإيطالية في الآونة الأخيرة، والنجم الذي يقدم مستويات مميزة في خط وسط ذئاب روما هذا الموسم، خاصة على مستوى صناعة اللعب، إذ خاض صاحب 23 عام 24 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 3 أهداف، لكنه قدم 11 تمريرة حاسمة. وبسبب قدراته الرائعة في قيادة خط وسط نادي العاصمة الإيطالية وموهبته التي أظهرها سواء بالتحكم بالكرة أو دقة التمريرات، أصبح اللاعب مطلوباً بقوة للانتقال إلى عدة أندية كتوتنهام، إنتر ميلان ومانشستر يونايتد، خاصة وأن شراءه لن يكلف الكثير، حيث يملك شرطاً جزائياً في عقده يقدر ب30 مليون يورو فقط، وهو ما دفع روما مؤخراً لفتح باب المفاوضات مع اللاعب من أجل التجديد وإزالة الشرط الجزائي لتأمين بقائه. أوناي نونيز، 30 مليون يورو. مدافع أتلتيك بلباو يسيل لعاب الكثير من عمالقة القارة العجوز نظراً لتألقه الكبير في الفريق الباسكي من ناحية، وصغر سنه وانخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده من ناحية أخرى، حيث يبلغ نونيز 23 عام ويمتلك شرطاً جزائياً في عقده الممتد حتى عام 2023 قيمته 30 مليون يورو، وهو بالطبع مبلغ في المتناول. ومن المتوقع وفقا لكافة الصحف الإسبانية أن يشهد الصيف المقبل صراعا كبيرا بين أندية برشلونة، إنتر ميلان، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي لكسر عقد اللاعب والظفر بخدماته، خاصة وأنه قادر على تقديم الإضافة لأي فريق ينجح في التعاقد معه، لما يتمتع به من قدرات دفاعية رائعة أظهرها منذ ارتدائه لقميص الفريق الأول لبيلباو في 2017 وحتى الآن. مارك روكا، 40 مليون يورو. لاعب الوسط الإسباني يرتبط بعقد مع ناديه إسبانيول حتى عام 2022 ويمتلك شرطا جزائيا في ذلك العقد يقدر ب40 مليون يورو، وهو رقم منخفض للغاية مقارنة بأسعار النجوم المميزين من لاعبي الوسط الحاليين أو بقدرات اللاعب الرائعة. روكا صاحب 23 عام يلقب في الأوساط الإسبانية بسيرجيو بوسكيتس الجديد، ويمتاز بقدرة كبيرة على التحكم بالكرة والخروج السلس بها، كما يجيد التمريرات والكرات الطويلة بالإضافة للنواحي الدفاعية. وخلال الموسمين الماضيين لفت الأنظار بشكل كبير كأحد أفضل لاعبي الوسط في الليغا، ما جعله دوما على رادار أندية عديدة
كريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لبايرن ميونخ الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ضم اللاعب في الصيف الماضي عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي قبل أن تتعثر المفاوضات على بعض الشروط الشخصية. ألكسندر إسحاق، 30 مليون يورو. المهاجم السويدي الذي قدم ليلة ساحرة في سانتياغو برنابيو ضد ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا قبل شهر من الآن، عندما سجل هدفين وصنع هدف ليمنح فريقه ريال سوسيداد بطاقة العبور إلى الدور التالي. والحقيقة أن تألق صاحب 20 عام في تلك الليلة سلط الأضواء على موهبته الفذة وتوهجه الذي بدأ منذ بداية الموسم الحالي بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى سوسيداد. إسحاق الملقب بإبراهيموفيتش الجديد خاض مع الفريق الباسكي 30 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 3 أهداف، كما فرض اسمه بقوة كأحد أفضل مهاجمي الليغا، وربما نجده خلال الموسم القادم بقميص أحد الأندية الكبرى التي ستحاول دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 70 مليون يورو. هذا إن لم يتدخل دورتموند مستفيدا من حقه في إعادة شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو فقط. توماس بارتي، 50 مليون يورو. من لاعب بديل في تشكيلة أتلتيكو مدريد إلى قطعة أساسية وركيزة من ركائز تشولو دييغو سيميوني، هكذا يمكن أن نصف باختصار مسيرة النجم الغاني منذ انضمامه للفريق الأول لأتلتيكو صيف 2015، والبداية كانت بتواجده شبه الدائم على مقاعد البدلاء، ثم فرصا أكبر في اللعب وتطورا مستمرا مع توالي المواسم حتى بلوغ قمة التألق في الموسم الماضي والحالي. واليوم صار بارتي صاحب 26 عام أحد أبرز لاعبي فريق العاصمة الإسبانية والليغا ككل، بل ومطلوبا بقوة لتعزيز صفوف أندية كبيرة، خاصة وأن قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي منخفضة وتقدر ب50 مليون يورو. وبهذا الصدد تؤكد عدة تقارير أن أرسنال يتفاوض حاليا مع وكيل اللاعب لضمه في الصيف القادم عن طريق فسخ عقده من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي المذكورة. جاك غريليش، 52 مليون يورو. على الرغم من معاناة فريقه أستون فيلا في البريمير ليج حاليا، إلا أن صانع الألعاب الإنجليزي استطاع أن يخطف أنظار الجميع منذ بداية الموسم بعد أن تألق وبصم على أداء مبهر حتى أصبح أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي بشهادة الكثير من الخبراء، وباعتراف الإسباني بيب غوارديولا في تصريحات صحفية قبل أسابيع قليلة. غريليش صاحب 24 عام شارك في 29 مباراة حتى الآن، ساهم خلالها في 17 هدف حيث سجل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق لنهائي كأس الرابطة، ناهيك عن قدراته الرائعة وتأثيره الكبير، ما جعله أحد أكثر المطلوبين لتدعيم صفوف كبار أندية إنجلترا وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد. غريليش الذي يمتد عقده مع الفيلانز حتى صيف 2023 لا يمنعه من الرحيل سوى 52 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده. تيمو فيرنر، 60 مليون يورو. يعيش المهاجم الألماني صاحب 23 عام حالة من التوهج خلال الموسم الحالي بقميص فريقه لايبزيغ سواء على الصعيد المحلي أو القاري، حيث شارك فيرنر حتى الآن في 33 مباراة نجح خلالها في صناعة 11 هدف وتسجيل 27، 21 منها كانت في البوندسليغا، وساهمت في احتلال لايبزيغ لمركز الوصافة حتى الآن، واحتلاله هو لثاني ترتيب الهدافين، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا ضمنت للفريق التأهل لدور 16، ما جعل اللاعب مطمعا لكبار أوروبا كريال مدريد، بايرن ميونخ، تشيلسي وليفربول. وبالتأكيد إذا تعين على أي من هذه الأندية التفاوض مع لايبزيغ لضم فيرنر، فإن قيمة الصفقة قد تصل ل100 مليون يورو مثلا أو أكثر في ظل صغر سن اللاعب وتألقه المبهر مؤخرا. لكن هناك طريق آخر تحاول هذه الأندية سلوكه، وعلى رأسها ليفربول الذي يتصدر السباق حاليا، وهو كسر عقد اللاعب ودفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة ب60 مليون يورو فقط. لاوتارو مارتينيز، 111 مليون يورو. هدف برشلونة الأول والأبرز في الصيف المقبل لخلافة لويس سواريز، والنجم الذي يقدم مستويات رائعة للغاية رفقة إنتر ميلان منذ بداية الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفا وصنع 4 في 30 مباراة شارك بها مارتينيز، يملك شرطا جزائيا في عقده مع النيراتزوري الممتد حتى صيف 2023 بقيمة 111 مليون يورو.
وإذا أراد البارسا قدومه إلى كامنو فعليه الحصول على موافقة اللاعب ودفع هذه القيمة، لأن الأخبار القادمة من إيطاليا تقول أن إنتر ميلان يرفض تماماً فكرة التخلي عن اللاعب ولا يرغب في فتح باب المفاوضات. وحتى إن وافق إنتر على التفاوض فبلا شك ستكون قيمة الصفقة أعلى من قيمة الشرط الجزائي، حيث يعتبر مارتينيز أحد أبرز مهاجمي العالم في الوقت الحالي، كما أنه يبلغ 22 عاماً فقط، أي أنه قادر على تأمين مركز المهاجم الصريح لأي فريق ينجح في التعاقد معه لسنوات طويلة. إيرلينغ هالاند 75 مليون يورو. ظاهرة الموسم الحالي وأحد أهم الاكتشافات الرائعة في الكرة الأوروبية مؤخراً، توهج وقدم مستويات خيالية رفقة ريد بول سالزبورغ النمساوي في النصف الأول من الموسم الحالي، حيث سجل 28 هدفا وصنع 7، ثم انتقل في يناير الماضي لبروسيا دورتموند ليواصل الإبهار وتصدر المشهد الكروي، إذ قدم صورة رائعة للاعب هداف يمتلك كل مقومات المهاجم المثالي. كانت بدايته مع دورتموند بسيناريو مجنون عندما نجح في تسجيل 5 أهداف في أول مباراتين له رغم مشاركته كبديل، وحتى الآن بلغ عدد مشاركاته 8 مباريات سجل خلالها 12 هدفا. وفي ظل هذا التألق المستمر لصاحب 19 عام، ربما تجد جماهير دورتموند نفسها مضطرة لتوديع اللاعب في الصيف بعد القادم، إذ يمتلك النرويجي شرطا جزائيا في عقده مع الفريق قيمته 75 مليون يورو يتم تفعيله بداية من صيف 2021، وهو رقم في المتناول مقارنة بقيمة اللاعب وسنه، وبلا شك ستتهافت الأندية الكبرى على دفع تلك القيمة للظفر بخدمات هالاند. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.